استقبلت دكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي سفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية والوفد المرافق له، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. تناول اللقاء بحث ترتيبات والاستعدادات للمؤتمر الدولي والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة نهاية الشهر الجاري في إطار ذكرى 30 للسنة الدولية للأسرة تحت عنوان الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة، والذي يشهد مشاركة دولية كبيرة. كما تطرق اللقاء إلى بحث تعزيز سبل التعاون المشترك ما بين الجانبين في مجالات العمل الاجتماعي والتنموي وتبادل الخبرات وفق مذكرة التفاهم الموقعة ما بين وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية.